الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام. يوم صلوات إبراهيمية طول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة زيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أمين رواية بن جيش محمد حامين سيدنا نوكنون في دا ينصر اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم من في سيدنا كأمين دي. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم لا يشك في هذا مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم كي جواي كون أدم كي أطمين أي دي تحكو أسان سايتي كي جواي نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أجين قد تتوس قوات نبي كي جواي كون أدم لا. لكن هنا في الصلاة في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة لا نزيد هنا سيدنا لكن نقول هو سيد ولد آدم في خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام لأننا لابد نصلي الصلاة على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ركع إنسان راكع في الصلاة يركع نعم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول والشكر هذا الشكر زيادة ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هاي ين حين في مجد والشكر لو حين آخر نن قد حين أكاد حين نن كي أطمين مو في نبي صلى الله عليه وسلم في كام الحين الشكر أمر مطلوب كي موي نن آخر نن كي تيم تي أجن ترى تا آخر نن تجبو الله سبحانه لا بد أن نشكر الله جن ترى تا آخر نن تجبو الله سبحانه لكن هنا لا يجوز هنا أن يزيد في الصلاة والشكر يشكر الله سبحانه وتعالى نعم لكن هنا الزيادة والشكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جن جموعنا جن كتيم تي أو جن أكون بنتين أو نعم بهيان جن أمين تراو تايم أشكر تي في كروبي أمين ما في النبي صلى الله عليه وسلم. جن جن حياة بنا دا النبي صلى الله عليه وسلم بنتين عليه الصلاة والسلام.